طبعا من ضمن الاشياء اللي اشتغلناها في هيئه الانصاف والمصالحه هي حفظ الذاكره. ان حفظ الذاكره احدى الاسس الاساسيه ديال لجان الحقيقه في العالم. ماذا تعني حفظ الذاكره؟ هو انه بعد 100 عام بعد 200 عام خصنا نذكروا ماذا حدث لكي لا تتكرر نفس الانتهاكات. لهذا المجلس الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الانسان يشتغل الان على حفظ الذاكره ديال تزمان مارت وتقدمت فيها الاشغال. وبعد سنوات قليله سياكلون المغاربه زيت تزمان مارت وعسل تزمان مارت واللوز ديال تزمان مارت والهنديه ديال تزمان مارت والعطور ديال تزمان مارت. غادي نحفظوا الذاكره ديال المعتقل ياك، ولكن هذيك الناس اللي كانوا ساكنين تماك وكانوا مقموعين ما كيقدروا يشعلوا حتى الشمعه وما يمكنش يديروا الافراح، حتى هذوك دابا هما تعوضوا حيت غادي يكون عندهم واحد المساحه كبيره 300 هكتار ديال الاعشاب و50 هكتار ديال اللوز و50 هكتار ديال الزيتون الى اخره. نعيس ثم المقابر، المقبره ديال الناظور تكون فيها ذاكره، المقبره ديال الدار البيضاء ايضا كذاكره، يعني قلعه مكونه، اكدز، هذه كلها ذاكرات اللي هي كتسجل ديك الانتهاكات باش ما تكررش الانتهاكات الاخرى، عدم التكرار. فيما يتعلق بندوه اليوم كان هدفنا هو تقديم كتاب المناضل السياسي والحقوقي مبارك بودرقاء، المذكرات التي صدرت قبل سنه من الان واشتغل عليها الاستاذ طيب بياض. في الحقيقه الاستاذ مبارك بودرقاء هو شاهد على التحولات السياسيه الكبيره التي عرفها المغرب خلال مرحله ما بعد الاستقلال، وكانت المذكرات تشتغل على مجالين من اثنين، هناك الجانب السياسي المرتبط بالنضال الديمقراطي في المغرب انطلاقا من انتمائه لحركه المقاومه خلال الاستعمار ثم الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه في الاتحاد الشركي للقوات الشعبيه، ثم كذلك الجانب الثاني هو مرحله النضال الحقوقي. اهميه العمل الذي قدمناه قبل قليل ترتبط بمستويين اثنين، المستوى الاول ان صاحب هذه المذكرات هو شخص فاعل مباشر في الاحداث، اي ساهم فيها بطريقه مباشره، عاصر الزعماء السياسيين الكبار لهذه المرحله واحتك بهم وكانت له سلطه اتخاذ القرار، هذه المساله الاولى. المساله الثانيه ان المحاور الذي اشتغل مع الاستاذ مبارك بودرقاء هو الاستاذ طيب بياض المؤرخ، بمعنى اننا جمعنا بين تجربه الفاعل السياسي والحقوقي من جهه وبين حنكه المؤرخ، والجمع بين المستويين هو الذي اثمر واحد النص فريد من نوعه يمكن ان يكون مرجعا لطريقه الاشتغال العلمي على ذاكرة الحية للمغاربة القرن العشرين الذين صنعوا التحولات التي نعيشها إلى يومنا هذا.